سامح رد؟ ما ردش ما ردش ما ردش. طب كلمه تاني. كلمته 75 مره. بيعجبني فيه تقله. تقله ده وقت حب يا ميسون. طب كلمه ولو رد عليك قول له يجي حالا، ولو ما جاش انا هنتحر. لعلمك لو انا قلت لك هتنتحري انا مش هشوف خلقته غير وهو بيعزني فيكي. طب وبعدين؟ بس انا جاتلي فكره هتجيبه على ملا وشه. هتعمل ايه؟ هبعت له رساله اقول له تعالى هدي لك مكافاه. يس 1000 جنيه. 1000 جنيه؟ ايه البخل ده يا جميل؟ طب قول له 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ انت عبيطه انت باين ولا ايه؟ اه عبيطه. ما انا مش انا عايز افهم، هو شعرك اتغير عن المره اللي فاتت ولا في كل مره في حاجه غريبه يعني؟ على حسب مودي. اه شكل مودك النهارده اسود. بصي سامح ده انا حافظه كويس قوي، عارفه لو قلت له هديلك 50 جنيه مكافاه هيجي جري لحد هنا. انا جيت، فين المكافاه؟ جيت. وصلت انت؟ انت كنت فين؟ اصلا استخبيت في الحمام لما شفت ميسون هانم وصلت. هانم طلع من بقك زي العسل. هي المكافأة كام؟ أنا المكافأة. كام المكافأة يا أستاذنا؟ المكافأة 1000 جنيه. بص يا أستاذ جميل، هديك ال 1000 جنيه من جيبي واخصم مني 3 أشهر بس سيبني أروح. سامع 1500 يا سامع. عادي يا ماما 1750 يا سامع. 2000 يا زفت. خلاص تعمل ايه؟ البي فاكرني اول ما اشوفه بعضلاته المنفوخه هقول له حوش يا حواش، شيلني يا حواش، اطلع بينا على المأذون يا حواش. بص بقى يا انشي، بصراحه يعني ما تزعليش مني، انا صاحبتك برضو. انا بصراحه مش موافقه خالص على اللي انت بتعمليه مع علي ده. يا سلام، يعني انت موافقه بعد كل اللي حصل فيا ان انا ارجع له بسهوله كده؟ ايه سهيله، ايه حرام عليك اللي بتتكلمي عليها ده؟ انت بهدلت حواش ومرمطت حواش وضيعت حواش، حرام عليك. ده انت جننتيه وديتيه للدكتور، ده انت نفختيه يا انجي. عايزه ايه تاني؟ عايزه يقول جاي، مش هعمل كده تاني. مرفوعين ومنصوبين وليس ابدا مجرورين. اه ياني ياني ياني، مش هعمل كده تاني. ايه ده يا علي ده؟ انت منزلني من بيتي يوم اجازتي عشان تقعد تغني لي؟ والنبي سيبني في حالي حسين، انا مش طايق نفسي ولا طايق اطلع شقتي ولا طايق العماره باللي فيها وزهقان من عشتي. وانا كمان والله كنت قاعد زهقان وجعان، لقيتك اتصلت قلت انزل اكل واقابل مره قبلك. يعني انت نازل عشان تاكل يا حسين مش عشان تاخد بخاطري؟ لا لا حلو، عشان الاثنين. انت ما رحتش شغلك ليه النهارده؟ رحت يا سيدي، واختك انجي اتريقت عليا قدام مراتك كاميليا واتريقت على جسمي، قلت اضرب القميص ده يمكن احلاوه زياده. ايه رايك؟ حلوه النفخه الكدابه اللي انت فيها دي قوي. ايه القرف ده؟ عايز تعمل العضلات يعني زي بص شايف السلم؟ قصدك شويه اللحمه دول؟ اه دول. لا 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 دول سهلين قوي يتربوا. ايه يا واد العضلات الجامده دي، يخرب بيتك. افهم من ده اعجاب ولا حسد؟ يا عم اعجاب وحسد ايه؟ دي اكيد تقصدني انا، اكيد عضلاتي شخللت في قلبها صح؟ يا انسة انت تقصديني انا ولا هو؟ انت طبعا، مش ابو كرش ده. ايه؟ هاي امشي يا بيت من هنا لحبسك. ما العضلات عامله شغل ايه؟ امال ما حوقتش في انجي ليه بس؟ يلا يا علي نطلع نكمل كلامنا فوق. لا 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 سيبني انا، خلاص فكيت كده ومودي حلو وحسيت بذاتي. وانت عشان تحس بذاتك ومودك حلو يطلع عين اهلنا. يلا يا علي. عليا النعمه مز، انت زيرو كام؟ انا على الثلاث شبكات. عليا النعمه مز. عليا النعمه لحبسك انت والمز بتاعك والثلاث شبكات. مش عايزه رقمي؟ لا انا عايزه رقمه هو. هحبسك انت كمان. اللي قول لي يا موحى. واقول لك موحى ليه؟ يا سامح ما يبقاش مخك مقفل، موحى بتدلعك يا اخي. ها هنكتب الكتاب النهارده ولا انت مش مستعد؟ كاتب كتاب مين؟ هو انت ربنا كرمك ولقيتي عريس؟ اه من تقلك. اه سامح تعال عايزك. انا بصراحه يا استاذ جميل بقيت اقلق منك. ما تقلقش
ده هيقول لك على شويه نصايح عشان ليله الدخل. نهار اسود. تعال يا موحى. تعال يا حبيبي. تعال يا اخويا. تعال تعال. بص يا موحى. نعم. بص يا حبيبي سميره. ايوه بص خد ال 50 جنيه دي، عايزك تنزل تحت في كشري الكوثر اللي هو بعد مننا كده حوالي 2 3 كيلو. واخد بالك؟ عايزك تروح تاخد ميسون تاكل كشري هناك وتشبرق نفسك، يعني تجيب رز بلبن مهلبيه حاجه ساقعه، وبعدين خد تاكسي عشان الدنيا حر، تاكسي لحد هناك وبعدين تاكسي توصل بيه ميسون. ها؟ ده يا استاذ جميل هي ال 50 جنيه بتبيض ولا انا مش عارف حاجه؟ لا يا اخويا بتولد. دمه خفيفه ميسون. ها؟ صح؟ صح. بقول لك ايه؟ نعم. عايزك تروح انت وهي بعد ما تخلصوا اكل وتتبسطوا تتفقوا على كل حاجه، المهر والعفش والمؤخر كل حاجه. يا استاذ جميل انت عارف ان انا معيش فلوس لده كله، انا على البلاطه. انا اللي هتنيل وهدفع، هتنيل وادفع، المهم اخلص منكم انتوا الاثنين. موحى ها ازغرت بقى؟ لا صوت احسن. أنا اهلا يا سموره اتفضل. هو انا بس بسال على علي. بتسال على علي هنا ليه؟ ما طلعتش خبطت عليه ليه في شقته؟ طلعت خبطت ما حدش رد. طب هو مش هنا، انت خبطت كويس؟ عايز ده انا قريت الباب كنت هكسره ورنيت الجرس كده هيولع. غريبه مع انه مشي بالجرنان بدري بعد ما بعد ما بصراحه اتريقت عليه. بعتيني يا قمش بقى، انت مش ناويه تلميها بقى؟ بقول لك يا سموره ما تلومنيش، المها ولا بعترها مش وقته. المهم دلوقتي نعرف هو راح فين. هنلاقيه ان شاء الله. انا هنزل ابذل مجهود وادور واقول يا ترى انت فين يا علي، طليقتك بتدور عليك. مضمونه دي اه مضمونه. اشرب حاجه بقى. لا يا سموره من هناك يا حبيبي هتدور كده من هناك. كنت فين يا علي طالقتك بتدور عليك. مرون تشربوا يا بهوات. واحد شاي سكر بره. وانت يا مدام يسمع من بقك ربنا يا ابني. ما هو الشاي اللي انا طالبه ليها. وانت تشرب ايه يا استاذ؟ لا معيش فلوس غير حساب شاي واحد بس. يعني الشاي اللي انا هجيبه لك الحق سكر ولا ايه يا استاذ؟ انا هطلب لك على حسابي. ما انا قلت كده برضه، مش معقول قاعد مع واحده زيك وادفع حساب الشاي. هات له واحد بيره على حسابي. بس كده اوامرك يا مدام. ايه يا عم انت ما تعملش كده، اوعى تعمل كده. في ايه يا استاذ؟ جرام ميسور انت عايزه تسكريني علشان تفقديني وعي وتفقديني عز ما املك؟ وعيك ايه وعز ما تملك ايه؟ النضاره يا اختي. هو بابي فين يا مامي؟ انا نفسي اشوفه، وحشني قوي. والله يا سوري وحشني انا كمان. هو انتي زعلتي في حاجة يا مامي؟ أنا فعلا زعلت وقسيت عليه، بس هو كمان كسر قلبي لما قال لي انتي طالب. مامي انت ما بترديش علينا ليه؟ عشان مش قادرة أرد على نفسي. يعني ايه؟ يعني مش عارفة بوبي فين. يلا يلا بطلوا كلام وناموا، عندكم مدرسة الصبح. شكرا حبيبي. تفتكر حسين ممكن اختفي فين الفتره اللي جايه دي؟ شوف لنا بقى حاجه نتعشى بيها كمان. عيني يا حبيبي اطلب لك غدا تاني؟ يا ريت. تتعشى يا حسين؟ ده انت لسه ضارب جوز حمام وطاجنين، انت مش بني ادم؟ ما شبعونيش يا علو. انا كده بحب بعد الغدا اقعد انقنق شويه. وبعد ما تتنقنق؟ بعد ما اتنقنق الاكل يكبس عليا، اقوم داخل انام على طول. وبعد ما تتكبس يا مكبوس مش هتقول لي برضه روح اتنيل استخبى فين؟ جات لي فكره حلوه قوي 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 قوي. عارف ايه احسن مكان تستخبى عندنا في البيت؟ انا ممكن اخبيك في النمليه. صح، والنمليه عندنا ما بيخشهاش نمل. تريقوا تريقوا. طب تصدقي والله عندك حق، ده حتى ممكن ولادكم يفكروني بولادي. ده انا مي وسوري وحشوني قوي. بس ايه يا علي؟ لا 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 مالكش حق، ده المكان الوحيد اللي انجي لا يمكن ابدا تفكر ان انت فيه. بس انتوا عندكم اوضه واحده زياده في البيت اللي بيناموا فيها عيالكم، يعني هيباتوا في الشارع. ايه الكسوف ده؟ انت هزلنا ولا ايه يا علي؟ ما قلت لك يا